أول مسألة أن علم المقاصد موجود عند جميع الفقهاء، ما من فقيه إلا وقد أعمل مقاصد الشريعة بطريق أو بآخر، حتى الذين أنكروا التعليل، سواء أنكروا التعليل في الأصول أو أنكروا التعليل في الفروع، فعند تطبيقهم أثبتوا المقاصد والعمل بها. بل إن الفقهاء الأربعة شهر أن أكثرهم إعمالاً للمقاصد مذهب مالك وأحمد، وأقلهم إعمالاً للمقاصد مذهب الشافعي، حتى إنهم في بعض كتب الأصول ينكرون الاستصلاح بالكلية، ومع ذلك قال بعض المحققين منهم إن ذلك ليس كذلك. يقول ابن الأزرق في بدائع السلك، يقول بمعنى كلامه أن دعوى أن مذهب مالك وحده مخصوص بإعمال قاعدة المقاصد والمصالح غير صحيحة، بل إن إمام الحرمين الجويني أبو المعالي مع شدة نكيره هو على القائلين بالمصالح، إلا أنه عمل بها في كثير من المواضع، ونقل هذا الكلام عن ابن السبكي. بل إن أول أو من أول من شهر عنه تقسيم الضروريات إلى خمس هو أبو المعالي، مع شدة ما أنكره في كتابه البرهان الذي أورد فيه التقاسيم لهذا الأمر. ولذلك أحيانا قد يكون التنظير لأمر له غرض وهو سد الذريعة، ولذلك فإن الشافعي أنكر الاستصلاح عند المحققين سدا للذريعة لكي لا يتسور على هذا العلم أي أحد. ولكن في زماننا تسور الأصاغر على هذا العلم قبل الأكابر، فأصبح الناس لا يعرفون من العلم، أو بعض الناس لا يعرف من علم الشريعة شيئا، ولا يستقيم لسانه بقراءة كلام الله عز وجل، ثم تراه يجلس أمام لاقط وفي وسيلة إعلام ويضع رجلا على رجل ويتحدث في مقاصد الشريعة التي هي أدق دقائق الفقه. ولذا فإن تفسير بعض أهل العلم لكلام الشافعي وأصحابه في هذه المسألة إنما هو من باب سد الذرائع إغلاقا للباب. ومعلوم أن الشافعي وسد الذرائع من مقاصد الشريعة، يعني كما تعلمون أنه يعتبر من مقاصد كل الشريعة، وهي المقاصد العامة التسع التي أوردها بعض المتأخرين. فالشافعي كان يغلق هذا الباب في مسائل مثل عدم قضائه، عدم جواز قضاء القاضي بعلمه، يقول أنا أرى جوازه وإنما منعت منه لأجل قضاة السوء. فقيل إن الشافعي وإن أعمل المقاصد والاستصلاح إلا أنه منع منه خشية من مفتي السوء، ومفتي السوء قد يكون أضل على الناس من غيره، فإنما يهلك الناس ثلاثة: نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه. فنصف الطبيب يهلك أبدانهم، ونصف النحوي واللغوي يهلك ويفسد ألسنتهم، ونصف الفقيه يفسد على الناس أديانهم. إذن هذه المسألة المهمة، وهي أن هذا العلم موجود عند الفقهاء جميعا في المذاهب الأربعة بلا استثناء، بل حتى الذين أنكروا التعليل في الفروع يثبتونه، والذين ينكرون التعليل في الأصول في الاعتقادات أيضا يثبتونه، وإن أنكروا في أفعال الجبار جل وعلا. فالتطبيق يقتضي فعله أو يقتضي إمضاءه.